إذن حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، ومن إكسبوجر إلى فعالية أخرى تشهدها إمارة الشارقة هذه الأيام، وتحديدا مهرجان الشارقة أو المهرجان السينمائي الدولي للطفل، حيث يعد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل احتفالية خاصة بالطفولة، احتفالية بأبطالها ومبدعيها ومشاهديها، من أجل تنمية خيال الطفل وتربيته على الجمال والقيم النبيلة. وتتواصل فعاليات اليوم الرابع من أيام المهرجان، حيث العروض السينمائية والورش الفنية التعليمية والترفيهية للطفل. للحديث أكثر عن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل وأهمية هذا المهرجان، يسعدنا ويشرفنا استضافة الشيخة عائشة المعلم، منسق تطوير الأعمال والإنتاج بمؤسسة فن. مساك الله بالخير الشيخة، وحياك الله. مساك الله بالسرور والنور والسرور. يا مرحبا. السنة المهرجان حافل بالمفاجآت، حافل كذلك ما شاء الله بحضور مختلف يعني وسائل الإعلام، بالإضافة إلى صناع الأفلام، بالإضافة إلى المهتمين في الحقيقة من كافة الفئات العمرية، وكذلك كما هي العادة يزدان هذا المهرجان ويتألق في الحقيقة، يعني يزدان ويتألق بالفعل بتشريف وحضور كل من سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة الله يحفظه، وسمو الشيخة جواهر حرم صاحب السمو حاكم الشارقة. الشيخة، حدثيني عن المهرجان في هذا العام بشكل عام، وكيف كان وقع حفل الافتتاح عليكم أنتم في اللجنة المنظمة؟ المهرجان هالسنة لنا حضور كبير من العوائل ومن طلاب المدارس، صحيح. في الفترات الصباحية ما شاء الله إقبال كبير، يعني حتى إحنا كمنظمين المهرجان الحضور شجعنا أكثر إن شاء الله كل سنة نحاول نقدم كل ما هو أفضل للأطفال والشباب. في الحفل الافتتاح كان بعد حضور ممتاز من الرعاة ومن غير ممثلين، وعندنا مخرجين، حتى كان عندنا الممثل الطفل نيل سيثي، احد ممثل فيلم ذا جانجل بوك، وهو من قادم من هوليوود. وعندنا بعد ايضا الممثله هيفا حسين كانت احد الحضور في الحفل الافتتاح، صحيح. والممثل من مصر منى عرفه، وايضا المخرج عبد الله الكعبي، صحيح. وكان عندنا طبعا الخبر اللي افرح الجميع، اللي هو ان شاء الله المهرجان راح يكون ليس فقط للأطفال ولكن للشباب أيضا، فهذه فرصة لهم عشان يحاولون يقدمون أكثر، حتى إذا هم كانوا أطفال شاركوا يانا قبل، هاي هي فرصتهم الثانية أن يقدرون بعد يشاركون يانا في كشباب. السنوات القادمة، صحيح. إذن المسمى الخاص بالمهرجان سيتغير ليصبح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب. جميل. شيخة، في الحقيقة في كل نسخة من نسخ هذا المهرجان هناك الجديد والمميز، صحيح. هناك أفلام تخصص للعرض في الفترة الصباحية، وهناك، صحيح. أفلام تخصص للعرض في الفترة المسائية، صحيح؟ صحيح. يعني ما هي آلية اختيار الأفلام التي تعرض في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية؟ مثل ما تعرف احنا مخلين الفترة الصباحية فقط لطلاب المدارس والجامعات، مثل ما تعرف يعني طلاب المدارس لهم أعمار معينة، صحيح. يتم اختيار الأفلام على حسب الأعمار اللي راح يحضرون عندنا في المهرجان، وحتى عندنا حجز مسبق من المدارس، فأي مدرسة راح تحضر الطلاب ليخبرونا من قبل الأعمار الطلاب اللي راح يحضرون، فيتم اختيار الأفلام على حسب الأعمار في مركز الجواهر. هي في مركز الجواهر، وحتى عندنا في مركز زيرو سكس، زيرو سكس حق المدارس الخاصة، وقاعة الجوار حق المدارس الحكومية. جميل. والفترة المسائية في قاعة الجواهر هي للناس عامة، صحيح. فنحن حاولنا نشمل الأعمار الأفلام للأطفال والكبار، يعني أن الجميع يستمتع، الصغير والكبير في الفترات المسائية. هذه اللقطات اللي نتابعها حاليا، هذه لقطات خاصة بالأفلام التي عرضت خلال الأيام الماضية؟ هي. جميل. طبعا يعني الإمارة، إمارة الشارقة والمهرجان هذا في الحقيقة يعكس رؤى إمارة الشارقة فيما يتعلق في الاهتمام بكل جوانب التنمية الثقافية والذهنية، صحيح. للأطفال على وجه الخصوص، صحيح. كيف انعكست هذه الرؤى والتوجهات في اختيار مثل هذه الأفلام اللي قاعدين نشاهد لقطات منها الآن؟ الأفلام اللي تم اختيارها تتكون من أفلام رسوم متحركة، أفلام وثائقية، أفلام روائية كبيرة، روائية طويلة، صحيح. هذه الأفلام لازم عند اختيار الأفلام يكون لازم كل فيلم تكون له رسالة
للطفل، رسالة للمشاهد. يعني احنا مو بس مجرد مهرجان نحاول نثقفهم اكثر عن السينما، لكن ايضا نحاول كثر ما نقدر ان الطفل يستفيد، يكون شيء تعليمي تثقيفي، يتعلم اكثر عن الدول العالم. فالطفل يوم يشاهد هالافلام يكون يثقف وعن الدول العالم ويتعلم اكثر عن السينما. جميل. فكر سينما اللي قاعدين نشوفه قبل واللي شفناه قبل شويه، يعني فكر سينما شو الموضوع؟ سؤال لغز ولا لا مثل رساله يعني حق الطفل؟ فكر بشكل طريقه السينما. يعني احنا مثل ما يقولون الاطفال ذو الاحلام الكبيره، يعني صحيح. يعني الطفل خياله واسع اكثر من احنا الكبار. نعم. حتى عادي يكون مواظب بالتغيرات في هالزمن، يلاحظ اشياء اكثر من ما احنا نلاحظها يعني. صحيح. في عمرنا. صحيح. فالطفل يوم بيفكر او بيستخدم خياله راح ينتج بطريقه اكثر من ما الشخص الكبير راح ينتجه. صحيح. فنحاول يعني يبتكرون، يكونوا مور كرييتيف في عالم السينما. جميل جميل. هم ان شاء الله راح يكونون اكثر نشاطا واكثر تفاعلا من خلال يعني هذه الاشياء كل ما يعرض لهم من افلام، كذلك الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. جميل. المهرجان في نسخته الحالية تمتد أيامه لستة أيام، صحيح؟ هي لين يوم الجمعة تاريخ 19 أكتوبر إن جميل. شاء الله. هناك فعاليات، هناك ورش تدريبية. صحيح. تثقيفية. حثينا عنها بشكل مفصل. عندنا ورش المخرج سيباستيان، هو أحد أفراد العمل اللي عمل في فيلم A Wrinkle in Time، وهو إنتاج من شركة ديزني. وأيضا لنا فعالية أو مثل ما تقول ورشة أساسيات الفوتوشوب يقدمها محمود الحسن. وبعد عندنا فعاليات بالمشاركة مع قناة ماجد. يوجد هناك في المهرجان عندنا مثل استديو، بما أن بقت كم من يوم، فالأطفال اللي محبين للإلقاء والتمثيل يقدرون يحضرون عندنا في المهرجان، يسووا لهم مثل يشوفون قدراتهم. إذا الطفل يقدر يلقى يقدر يمثل، يتم اختيارهم في البرامج القادمة من ماجد. فهالشيء حفز الأطفال أكثر أن يدخلون أكثر في عالم الإعلام والسينما. صحيح. ومن غير بعد عندنا الفعاليات ومثل ما تقول جلسات حوارية. عندنا هالسنة بما يعادل 6 جلسات حوارية. عندنا أحد المخرجين الأفلام واللي عمل في الشركات العالمية براين راح يتكلم حق للضيوف مع الضيوف عن الديزني في السابق ويعني في الماضي وفي الحاضر، تطور تجربة يعني تجربة يعني شو اللي اختلف من قبل وحينه. وبعد في جلسة حوارية التصوير مع اللاجئين. ها ما شاء الله. فبيروحون يخبرون الأطفال الحضور شو تجربتهم في مثل هذه العملية يعني. صحيح. كل ما ذكرتي من ورش تثقيفية تفاعلية تدريبية حاضرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. للمهرجان. هي. احنا يمكن نتابع وكنا نتابع قبل قليل وسنتابع. صحيح. كذلك اثناء هذه. صحيح. الفقرة صفحتكم عبر موقع الانستغرام. هي. عندنا شارجة SHARJAHICFF. كل شيء يحتاجون عن عروض الأفلام وورش عمل راح يكون متواجد في الإنستغرام. حتى إن شاء الله باكر راح يكون عندنا عرض حصري لأول مرة. ما شاء الله. الفيل الملك راح نعرض لأول مرة خلال المهرجان، فالناس يقدرون يحضرون عندنا الساعة 5. ومن غير بعد الحضور عندهم فرصة للقاء الممثل من هوليوود نيل سيثي. إن شاء الله راح يكون متواجد في قاعة الجوهر من الساعة 4 لين الساعة 5. باكر وبعد يعني يوم غد ما عندهم عذر لأنه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. صحيح. يعني إن شاء الله. فإن شاء الله تكون هاي فرصتهم إذا حابين يتلاقون يسألون بعد عن تجربته في الفيلم اللي ذكرتيه هو من الأفلام الخاصة بديزني؟ لا هي الفيلم حصري يعرض لأول مرة. إحنا مثل ما قلت لك في المهرجان على غرار الأسد الملك. هي بعد هي ملك لا هذا هي الفيل الملك. هل راح نعرض أول مرة في مهرجاننا يعني على مستوى الشرق الأوسط؟ جميل.
مثل ما تعرف احنا عندنا افلام حصريه، حتى اليوم كان عندنا فيلم حصري، فيلم المسافر يتكلم عن اللاجئين، فطبعا كانت الفرصه أخيرا ان الناس يقدرون يشوفون اليوم في المهرجان. صحيح. هذه الافلام ممكن ان تعرض مره اخرى، ممكن ان الناس تتابعها مره اخرى بعد نهايه المهرجان؟ للاسف لا، لان فيها حقوق. فبس ان يقدرون يشوفونه عند مخرج فرصه يشوفونه في المهرجان. هي لازم ما يفوتونها. صح. طيب هناك جوائز خصصت في هذا المهرجان، نود أن نتعرف على فئات هذه الجوائز. عندنا مختلف الفئات في المهرجان. أفضل فيلم صنعه الأطفال، أفضل فيلم روائي طويل، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم للطلبة، أفضل فيلم رسوم متحركة. فأي شخص عنده موهبة صنع الأفلام يقدر يشارك ويانا عن طريق هذه الفئات، يرسل أفلامه وإن شاء الله يكون من الفائزين عندنا في المهرجان بإذن الله. ذكرتي الشيخة أبرز ضيوف المهرجان في نسخة السادسة. صحيح. يعني دائما ما يختار المهرجان نخبة من أبرز النجوم في مجال السينما. صحيح. سواء على المستوى العربي، على المستوى الدولي. صحيح. والعالمي على. صحيح. وجه العموم. صحيح. جميل، حدثتينا عن هذه الأسماء، لكن كيف يأتي اختيار هذه الأسماء؟ هل بناء على معايير محددة تضعها اللجنة المنظمة للمهرجان، بالإضافة إلى كذلك الدور الكبير للجنة التحكيم؟ نود أن تحدثينا عن دور لجنة التحكيم هذا. في البداية أحد المخرجين المعروفين عندنا الممثلة هيفاء حسين، وبعد أيضا الممثل المخرج الرسوم المتحركة سايمون براين، وأيضا لدينا المخرجة السعودية هنا هنا، وأيضا المخرج الفلسطيني هاني أبو سعد. فيتم اختيار هؤلاء اللجنة مثل ما تقول لجنة التحكيم عن طريق أن لديهم خبرة أكثر في عالم السينما، في عالم الإخراج، في كتابة السيناريو. فيتم اختيارهم على حسب المجالات اللي هم عملوا فيها ومدى عدد السنوات الخبرة ومدى خلفيتهم عن في إخراج الأفلام. صحيح. فيتم اختيارهم، ومن بعدها لدينا أقسام مثل ما قلت لك في المهرجان. يتم اختيار 4 إلى 3 أشخاص يقومون باختيار الأفلام الفائزة من كل فئة. جميل جدا. طيب الشيخة ذكرتي بأن هناك أفلام حصرية تعرض في هذا المهرجان. صحيح. ووجهتي الدعوة للحضور كذلك أو للمشاهدين. صحيح. لحضور، وأنتم تستهدفون فئة الأطفال تحديدا طبعا. صحيح. حق المهرجان هو الأطفال وحتى حق العائلة. جميل. يعني المكان مفتوح حق العائلة، حق هواة صنع الأفلام. المخرجين. فأي شخص محب في إخراج الأفلام، محب في عالم السينما، يقدر يحضر عندنا المهرجان ويشوف شو الأشياء والفعاليات المتنوعة عندنا في المهرجان. جميل. بيستمر إن شاء الله ليوم الجمعة إن شاء الله. عرض يوم غد قلتي لي هناك فيلم حصري، ذكرتي نوع الفيلم، وذكرتي كذلك بأن هناك أحد الممثلين اللي هي نيل سثيم من هوليوود. جميل. ممثل في فيلم The Jungle Book. جميل. يعني التواجد يكون في مركز الجوهر ولا في لا في لا في مركز الجوهر إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. طيب ويوم الجمعة شو بيكون عندكم إن شاء الله؟ يوم الجمعة راح يكون إن شاء الله حفل الختام. وحفل تتويج الفائزين. فكل حد ينتظر طبعا. أكيد. هذه يعني هذه الحفلة. صحيح. وإن شاء الله بعد راح يكون هناك بعد في عروض أفلام وبعد في فعاليات وورش عمل. فالضيوف بعد يقدرون يحضرون إن شاء الله يوم الجمعة بعد. طيب يعني نود أن تفصلي نوعا ما شيخة يعني في الحديث عن حفل الختام، استعداداتكم لحفل الختام، الحضور متى بالإمكان أنهم يتوافدون إلى قاعة الجواهر منذ الساعة، لأن هناك عروض أو فعاليات تسبق الحفل الختامي حسب ما ذكرتي قبل قليل. صحيح؟ صحيح. الحضور يكون الناس عامة في الفعاليات، أما حفل الختام الساعة كم يعني يحضرون؟ هو من العصر يعني من الساعة 4 الفعاليات عروض الأفلام للناس عامة، لكن حفل الختام راح يكون فقط للمخرجين
مخرجين الافلام ورعاه المهرجان والشركات اللي احنا متعاونين وياهم ان شاء الله. جميل، اعلنوا عن الفائزين لا بعد ان شاء الله في حفل الختام ان شاء الله باذن الله. طيب الموهوبين الفائزين كل من شارك وترك بصمة في النسخة السادسة من هذا المهرجان، مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل وللشباب إن شاء الله في النسخة القادمة، يعني ما هي الخطوة القادمة؟ ماذا عن بعد المهرجان؟ بعد المهرجان هو طبعا بعد المهرجان راح ننطلق احنا للمناطق المجاوره لاماره الشارقه، راح يكون عندنا عروض افلام. هالعروض الافلام راح تكون في خرفكان، دبل حصن، كلبه، البطايح، الحمريه، فراح يكون لمده يومين في كل منطقه. نحن نحاول نوصل للناس كلهم. فاحنا عن طريق هذه عروض الافلام في بعض من المناطق، في المناطق راح يكون فيها ورش عمل مثل خرفكان ودبل حصن وكلبه، راح يكون في مده هاليومين عروض افلام وورش عمل ان شاء الله في فترات المسائيه والصباحيه. هذه متى بتكون؟ العاده تختارون موسم عطله الربيع ربما او العطله الشتويه. هذيلاك بعد مثل مخيمات. جميل. اما هذه العروض الافلام هاي تابعه للمهرجان. يعني احنا نسوي مهرجان اولا في اول اسبوع في قاعه الجواهر، صحيح، ومن بعد نمتد للمناطق المجاوره لاماره الشارقه. فالاسبوع الجاي ان شاء الله من تاريخ 24/25 راح نكون متواجدين في خرفكان. جميل، هاي بشاره طيبه يعني للموجودين في خرفكان واللي حواليها. هي اللي ما قدر يوصل لنا ان شاء الله راح نوصل له احنا بعد ان شاء الله. جميل. هناك وين في اي تحديدا؟ في مركز خرفكان الثقافي ان شاء الله. جميل جدا. ومن ثم الاسبوع اللي عقبه قلتي لي شيخ راح يكون في دبل حصن، وبعد هي مركز دبل حصن الثقافي، وعقب راح يكون في كلبه، عقب راح يكون في البطايح، وعقب راح يكون في الحمريه، وان شاء الله بعد راح يكون في مركز ذيد الثقافي. ما شاء الله في كل مكان يعني. جميل جميل، يعني ما حد بيزعل ان شاء الله، الكل بيوصل المهرجان. اكيد اكيد صحيح. في يعني مره من المرات اللي عرضتوا فيها في هذه المناطق، لان الموضوع لا يقتصر على العرض حسب ما ذكرتي، ولكن هناك ورش عمل مصاحبه، قد يعني ربما تكتشفون بعض المواهب، هذه المواهب تحاولون انكم تصقلونها، تدربونها، تاهلونها في هذه المناطق اللي تعرضون فيها؟ احنا نشوف، احنا اول سنوات ما كان عندنا ورش عمل في المناطق المجاوره. نعم. فاحنا من الخطوات الجديده اللي احنا سويناها هاي السنه والسنه اللي فاتت ان قدمنا ورش في هذه المناطق. بالعكس، احنا يوم احنا نروح لهالمناطق نحاول نثقف الاطفال اكثر، نعرفهم اكثر عن مهرجان. فمثل ما قلت، اذا كان عندهم هذه الموهبه يقدرون يشاركون عندنا في المهرجان. صحيح. ونقدر بعد ان نعرفهم اكثر عن ورش عملنا احنا كمؤسسه فن ومنظمين المهرجان، ان عندنا ورش عمل على مدار السنه. صحيح. فالطفل اذا قدر ان يحضر هذه الورش عند السنه كامله، يتم اختيار شو اللي يوافق الاشياء اللي هو حاب يتعلمها. صحيح. احنا نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في تحقيق الاهداف المرجوه من هذا المهرجان ومن مؤسسه فن على وجه العموم. سعدت بوجودك معي الشيخه عشا المعلم، منسق تطوير الاعمال والانتاج بمؤسسه فن. يعطيكم العافيه وما قصرت على الاستضافه المميزه. شكرا. الله يحفظك. شكرا لك. اذا مشاهدينا، وما يزال حديثنا مستمرا عن مهرجان الشارقه السينمائي الدولي للطفل، وننتقل في هذه اللحظات مره اخرى الى الزميله شهد مهند لتنقل لنا اجواء اليوم الرابع من ايام المهرجان وأهم الأفلام المخصصة لهذا اليوم. مرة أخرى تنتقل الكلمة والصورة إليك شهد. شكرا جزيلا زميل محمد. مشاهدين، عدنا إليكم. طبعا نحن موجودين في رابع أيام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في نسخته السادسة، وطبعا المهرجان رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كثير من الفعاليات اللي موجودة وعروض الأفلام وورش العمل المقدمة للأطفال، وحتى الكبار ممكن يزورون هذا المهرجان، خصوصا الشغوفين بعالم صناعة السينما. في خضم هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ محمود الحسن، مصور ومقدم ورش عمل خلال المهرجان. حياك الله. يا مرحبا. بداية نتحدث عن الورش اللي تقدمها في المهرجان، خبرنا أكثر تفاصيل عنها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الورش اللي أقدمها طبعا هي أساسيات التصوير الفوتوغرافي، طبعا بالتصوير الكاميرا العادية أو عن طريق الموبايل أو عن طريق الآيباد، أي شيء
في مصدر كاميرا. الحين معظمنا يستخدم التليفونات، فكيف مبادئ التصوير فيها؟ شو قوانينها؟ شو لازم يتجنبوه؟ شو لازم يلتزموا فيه؟ الورشة الثانية عن تصوير حياة الشارع، كيف ندخل على الناس في تصويرهم، كيف نأخذ اللقطة الحلوة، كيف نخلي موضوعية لصورتنا. كل هاي أمور جمالية صغيرة تعطي للصورة معنى أكبر. طبعاً والورشة الثالثة اللي هي عن مبادئ أساسيات الفوتوشوب، كيف إدت بسيط للصورة، كيف تعطيها جمالية للصورة. فكل هاي طبعاً بالنهاية الواحد بيطلع بيبرز بصورة جميلة. الأطفال كيف ممكن يكتسبون خبرة حب التصوير الفوتوغرافي؟ كيف ممكن إحنا نحببهم في هذا الموضوع عن طريق الورش اللي ممكن نقدمها؟ طبعاً أول شيء كيف نحببهم فيها، نقولهم على قوانينها، كيف نرويهم صور حلوة، نشوف نتائجهم، نشجعهم. أهم شيء التشجيع خاصة في البيوت. يعني وادينا الحين ماخذين الكاميرا كمجرد صورة وخلص، ما في تشجيع من الأهل، بالعكس هي هواية حلوة فيها تشعب وايد، فيها أكثر من جهة تصوير مثل لاندسكيب، سيتسكيب، بورتري، برودكتس، مايكرو. فدائما الأهل يحاولوا أنه يساعدون الطفل أنه يبحث عن هويته وعن هالهواية. حلو، شكرا جزيلا استاذ محمود الحسن على تواجدك ويانا. طبعا استاذ محمود الحسن هو مصور ومقدم ورش عمل في المهرجان، حياك. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا نذكركم بعروض اليوم. طبعا في الفترة الصباحية عروض اليوم كانت 5 أفلام من صنع الطلبة، في عرض أيضا مسافر حلب إسطنبول، فيلم روائي طويل. نرجع في الفترة المسائية أيضا عندنا 6 أفلام قصيرة من 5 إلى 6 مساء، كذلك في عندنا فيلم حلب مسافر حلب إسطنبول كان معروض من الساعة 6:30 حتى 8:15. وفي ضوء هذا الحديث طبعا نحن نستضيف معنا الأستاذ محمد إبراهيم، مخرج بحريني وعضو لجنة تحكيم المهرجان، حياك الله. مرحبا، يا هلا فيك وشكرا على هاي الاستضافة. وطبعا بداية أنا أتقدم جزيل الشكر أيضا إلى اللجنة المنظمة وإلى أيضا الشيخة جواهر بنت محمد وإلى حاكم الشارقة وإلى الشيخة جواهر بنت عبد الله على كل هاي الجهود اللي الصب في النهاية في تنمية مواهب الطفل وفي إثراء الساحة الفنية الثقافية. الطفل محتاج إلى كل هاي الأمور الفنية، فكل الشكر للشارقة بكل ما فيها. شكرا جزيلا. طبعا أنت من شوي عرضت حضرت فيلم أو عرض مسافر حلب إسطنبول، طبعا هو فيلم روائي طويل، خبرنا عن تجربتك في هذا الفيلم، كيف شفت الفيلم؟ طبعا أنا كنت مهتم يعني أن أحضر هذا الفيلم. طبعا الفيلم جدا جميل، أولا من ناحية الاشتغال إذا احنا بنتكلم، ومن ناحية كل العناصر الفنية موجودة. يعني إذا احنا بنتكلم عن العنصر الفني التمثيلي راح نشوف أنه فعلا في أداء تمثيلي مبهر جدا. من ناحية القصة نشوف احنا ان القصة هي جدا رائعة وإنسانية. في النهاية هي معاناة، احنا لما نتكلم عن معاناة فدائما نشوف المعاناة ايضا بارزة والجمهور يستشعر هذه المعاناة. يعني اذا لاحظتي في الفيلم بعد الانتهاء من الفيلم كل الجمهور تم قاعد مكانه، ليش؟ لأنه متأثر فعلا. مثل هاي القصص الواقعية هي موجودة في فعلا في سوريا بشكل واقعي، ومعاناة إنسانية في النهاية. الأفلام اللي تحمل هذه المعاناة، المعاناة الإنسانية بشكل دائما يكون في تفاعل معها بطريقة مختلفة وبصورة مختلفة. العناصر الفنية الموجودة كلها متألقة وبارزة في الفيلم، ابتداء من الفكرة أول شيء، مرورا بالتمثيل، مرورا بلغة الكاميرا والتصوير، مرورا بالإخراج. كل هاي العناصر قدمت فيلم جميل، فيلم مؤثر رائع. وطبعا الفيلم جدا يعني أنا استمتعت بمشاهدتي له من خلال كل هاي العناصر الفنية اللي قدمت في النهاية فرجة مؤلمة إلى المشاهد العربي أو المشاهد بشكل عام وين ما كان، لأن القصة هي إنسانية وتحاكينا إحنا كبشر في النهاية. برأيك سريعا بس، هذا الفيلم هو مش من يعني إخراج أو إنتاج الصغار، ولكن مقدم لفئة مهمة مستهدفة في هذا المهرجان، فئة الأطفال اللاجئين. كيف ممكن أنهم يستفيدون من هذا الفيلم؟ شو الشيء اللي بيستوحونه منه؟
طبعا استشعار معاناة الآخر، يعني الأطفال الموجودين كلاجئين في النهاية يعني يستشعرون معاناة معينة، فالأطفال في النهاية هم يعني يعيشون معاناة، وإذا الطفل استشعر معاناة الآخرين هو في النهاية ممكن أن يقدم أيضا قصص إنسانية بشكل مستقبلي، أوكي، تحاكي أيضا الإنسان وتحاكي هذه القضايا، تحاكي الواقع اللي ممكن يعيشه الطفل، الواقع المؤلم اللي ممكن يعيشه أي طفل في العالم. فلما يكون الطفل قريب من الطفل الآخر مهما كانت جنسيته، مهما كان عرقه، مهما كان لونه، فإحنا بهالطريقة راح نكون يعني نقرب الطفل إلى السينما بشكل أكثر، لأن السينما تحمل الفرح والبهجة والحزن والمأساة وكل هاي الأمور طبعا مجتمعة. السينما هي اللي تخلينا إحنا نستمتع، تخلينا نبكي، تخلينا نتأثر، تخلينا نستشعر معاناة الآخرين. شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم، مخرج بحريني وعضو لجنة تحكيم مهرجان السينمائي الدولي للطفل، على تواجدك ويانا. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. اذا مشاهدينا، ايضا من ضمن الفعاليات اللي مقامه هنا عندنا لجنة تحكيم الاطفال، كذلك في خضم هذا الموضوع نحن بنجري لقاء مع شوق حميد سيف عضو لجنة تحكيم الاطفال. حياك الله شوق. حياك الله. شوق، خبرينا شو اللي دفعك تكونين في لجنة التحكيم؟ في البداية أنا شاركت في أني أنا أكون من ضمن هذه الورش، أن أنا حابة أني أخذ مجال جديد، خاصة أن هذا المجال يعني ما جربته ولا مرة، حابة أني أتعرف على أن شو هالأشياء، أن أنا يعني شو هو لجنة التحكيم بالضبط، شو هو لجنة التحكيم مهرجان الشرق السينمائي. طيب شو المعايير اللي تتخذونها في لجنة التحكيم على أساس أنكم تحكمون الأفلام المشاركة؟ في البداية أنا إذا مثلا بتشوف فيلم لازم أشوف الفئة العمرية بالضبط اللي مسوين الفيلم أو اللي صانعين هذا الفيلم، يعني أيوني فئة عمرية أطفال لازم أخذ من معايير الأطفال إن هذيلا إن أطفالي اللي مسوينها، فأخذ من معايير قليلة شوية. أما إذا كانت فئة عمرية كبيرة أخذ معايير كبيرة، فإحنا نأخذ أول شيء على الفئة العمرية، بعدها نأخذ على الفكرة العامة أو الفكرة الرئيسية اللي تتكلم عنها، يعني يتكلم عنها الفيلم، يتكلم عنها هذا المجال. بعدين أبدأ من معايير ثانية اللي هي يعني الأفكار الفرعية ومناظر الأفلام الباقية. زين شوق، خبرينا عن تجربتك في هذا المجال. هل أنت أصلا شغوفة في مجال السينما وصناعة السينما؟ خبرتك في أو تجربتك في هذا المجال خلينا نقول. وأنا ما يعني هذه أول تجربة لي، أنا ما أخذت هالتجربة من قبل، فعشان كذا حبيت إني أنا أخوض هذه التجربة. كانت إن هذه التجربة بالنسبة لي يعني إن كفتحت لي باب ثاني إني أنا أتطور في شيء أنا ما كنت عارفت إنه، خاصة إني ما كنت عارفة أساسا شو هو هذا المجال بالضبط. فإن عرفتني إن أغلبيتنا يشوف الأفلام من منظور واحد، فإن أنا قدرت أشوف الأفلام من كذا منظور، من معايير عالمية ومعايير يعني مقاييس أنا أقدر إني أفهمها بشكل أفضل، لأن أغلبية اللي يعني ما نقول أغلبية، أكثرية اللي يشاهد الأفلام إن همهم إنه يستمتعوا بالفيلم بس، إنه ما يشوفوا فكرة الفيلم، ما يشوفوا المعايير اللي قاسوا فيها الفيلم، ما يشوفوا الأشياء اللي حققت إن الفيلم وصل لهذا المستوى. شكرا جزيلا شوق حميد سيف، نتمنى لك التوفيق. طبعا شوق هي عضو لجنة تحكيم الأطفال في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. العفو. إذا مشاهدينا نكون ختمنا لقاءاتنا مع ضيوفنا اليوم في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في الدورة السادسة في رابع أيامه. إن شاء الله نكون أفدناكم في هذه اللقاءات والمعلومات اللي قدموها لنا ضيوفنا. عودة للاستوديو مع الزميل محمد.